مع انطلاقه افتتاح الدوره الثانيه لملتقى الطالب التجهيز. هذا الملتقى الوطني اللي كيعرف سنه عبر سنه واحد التطور النوعيه من ناحيه المؤسسات المشاركه وكذلك نوعيه الدراسات التي يحتضنها الملتقى. بالنسبه لهذه السنه هذه كاين تركيز على الدراسه بالخارج خاصه الدراسه في اوكرانيا اللي حضر معنا فيها القنصل الشرفي في دوله اوكرانيا المغرب وكذلك الدراسه بماليزيا والدراسه بتركيا لان لاحظنا بان مجموعه من الطلبه والتلاميذ في تزيد اصبح لديهم ميول الى الدراسه العليا خاصه في هذه الدول هذه بالاضافه الى كونفيس فرنسا والدراسه بفرنسا. اذا كاين تنوع على مستوى المؤسسات المشاركه ازيد من 60 مؤسسه مشاركه اللي على راسها جامعه ابن زور بجميع تناول مؤسساتها وكذلك جامعه القاضي عياض الممتلى معنا بكليه الطب والصيدله و ليفيستي ديال راشيد كليه العلوم والتقنيات براشيديه وكذلك مؤسسات من قلمي ومجموعه من المؤسسات العليا في التعليم الخاص والمهني اللي حضرات من الرباط من الدربيده من مراكش. اذا فملتقى الطالب في تزنيت سنه عبر سنه كيولي ملتقى له وطني ملتقى مهم جدا للاستفاده على العموم. إذا فالهدف الأساسي من هذا الملتقى هذا هو أن ندفعوا لإحداث نواة جامعية في إقليم تزنيت لأن الساكنة ديال تزنيت تستحق منا أن يكون هناك تأسيس لرؤية ودراسة جدوى لتدريس عالي في إقليم تزنيت سواء على مستوى كليات تابعة للجامعات أو معاهد مهندسين أو أقسام تحضيرية. إذا فتزيد تستحق منا جميعا أن ندفع إلى تطوير البنية التعليمية بالإقليم.